ايش رايكم نسوي بسبوسه؟ قالوا تم، عندي شويه اغراض انا جبتها وفي شويه اغراض برضو بنجمعها. البسبوسه نعرف ان مكوناتها بسيطه، هي عباره عن سميد، جوز هند، عندك سكر، عندك ممكن تضيف الزبادي، ممكن تضيف برضو اللي هو الفانيلا وباكينج باودر، يعني مكوناتها موجوده في اي بيت وطريقتها سهله حتى ما جهزنا لها، بتجمعها وبرضو ممكن تضيفون القشط عادي جدا، صح ولا لا؟ على العموم نادر، انا ابغى منك مهمه واحده، نبغى كوب. لا عبد الرحمن، دائما عند عبد الرحمن الاكواب، انت بتسوي لنا اللي هو الصوص حق البسبوسه، خلاص اللي عباره عن سكر ومويه، كوب من السكر، نص كوب من المويه، هذا اللي نبغاه. هضبط انا الحين في طاوه زي هذه، كوب سكر. ايوه عبد الرحمن، تعال نعطيك المقادير حقت البسبوسه، بسيطه، هي عباره عن زي ما تقول اشياء جاهزه بنجيبها. عندنا مثلا واحد، عندنا زبادي، اي حتى جبت طحينه سائله لانه حلوه الطحينه السائله، في اشياء مهمه انا ودي اقول لكم اياها. دائما اذا عندكم حلويات حاولوا انكم بالذات كانت في طاوات زي كذا وتخافون انها تكون فيها التصاق او شيء، ادهنوها بالطحينه او بزبده او بزيت، بس الافضل الطحينه، الطحينه كويسه، اول شيء تعطي طعامه، ثاني شيء ما يكون في التصاق في داخل الطاوله. ابغى زياده، ابغى ايوه هذا، زود كوب السكر، زوده. ايوه خذ لك كوب ثاني ولا كوبين ولا ثلاثه عشان اعطيك المقاييس والمعايير حقتها. هاي عيوني. بسبوسه جبنه وقشطه. جبنه وقشطه على خشبي، روح جيب الجبنه عشان اسوي لك جبنه. وشان الجبنه؟ هي البسبوسه عباره عن طبقه واحده كذا؟ هي طبقه واحده بنسويها. اي ممتاز. طيب خذ لك طاوه صغيره ولا قدر صغير ولا حاجه عشان نذوب السكر في نفسها. طيب وبنضيف عليها بيض برضو. ايش شوف المقادير، يبغى لنا هذا السميد، خلنا نفكه نجيب، خلونا نجيب بس حاجه نقطع بها. الكوب الثاني ايش احط فيه؟ الكوب الثاني حط فيه نص كوب ماء، وبعد نص كوب ايوه عشان نسوي الشيره. طيب كذا حلوين، وممكن برضو نضيف برضو في صوص ثاني ممكن نستفيد منه اللي ما يبغى سكر ومويه، ممكن حليب مبخر. العلب هذا، هذه العلبه هذه تكفيها مع فنجان قهوه من السكر، حط السكر وتصب هذه فوقها، تحركها يثقل شويه، خلاص هذا صوص الحاله. ايه اي هذا هو، يلا الحين جاي. يا سلام، هذا السميد خلينا نحط، بنحط كوب، كوب ونص دقيقه، بنحط كوبين من هذا افضل، من هذا اقل. ايوه نعايرها بالاكواب هذه، خلاص هذا بنحط كوبين هنا، نشوف ممكن نزيد ثلاثة اكواب، خلها كذا، هذه كوبين. عطنا كوب سكر مليان يلا. دجاج تبيها؟ حلوين. انت قاعد ايش قاعد تسوي هنا؟ هذا للجوع، هذا للجوع، توكلنا في ناس طيب. يا اخي طيب يحطون الحليب المكثف في القدر يطلع توفي، يطلع توفي، يطلع كذا ايوه يطلع توفي، الحليب المكثف هذا يحطونه في القدر، كيف يسوون؟ خذ قدر عادي، قدر ضغط ولا عادي؟ ممكن ضغط عادي، ما عندك مشكله، هو اسرع على قدر الضغط. حط فيه نص مويه، حط العلبه، سكر قدر الضغط، ولع عليه النار نص ولا مليان قويه، اي نار قويه لين يصفر، احسب له بعد الصفاره 5 دقائق الى 10 دقائق يطلع توفي زي اللوز. نص ولا مليان؟ ايوه لا هذا كذا كفايه. حلو كوب، محتاجين برضو اللي هو كوب من الجوز الهند، جوز الهند مهم صراحه. عطنا كوب، اكواب اكواب باقي اكواب، نعاير على اكواب، ازهلني ها دار زين كوب. عطني الاكواب هذه خلني اشوف. حلو يا سلام، ما عليه ترى نقدر جوز الهند. اي هيا حط، هيا وزع، حط شو اسمه، حط هذا هنا المقادير حقتك هنا عشان نشوفها. كوبين من السميد، كوب من جوز الهند، كوب باقي يبغى لنا كوب برضو زيت، كوب الرابع ايوه زيتون. ايه زيتون، لا يفضل الزيت العادي، لكن اذا في زيت زيتون ما عندك مشكله. وسالف في زيت عادي، زيت زيتون يعني، زيت زيتون فيه. خلونا نشوف انت زبطها هنا. هاي هذا الماء والسكر، الماء والسكر جبت لنا طاوه صغيره، نبغى طاوه صغيره. حلو ايش اصب؟ تشوف ما يجي نص عادي، يخلط ما بين في زيت زيتون، ايه كامل، اي زيت زيتون من اصل الزيتون. حلو في متجر عايض الحال. يا سلام عليك. ايوه يا اخوان الرجال والله ناخذها ب 9000. 9000 عليها تكفون. اي هذه تمشي يلا تكفون. يا الربع، يا الربع انا جالي شهر وانا انتظار. تعال اوريكم طريقه اللي هو اعداد ايش، اعداد اعداد الشيره. هات السكر، فين السكر يا عسل؟ هذا ايوه هذا هو السكر. ليه ما قسمت؟ ليه ما قسمت؟ ولع ايوه، حط السكر، ضيف عليه المويه، ممكن نزيد شويه مويه، لا لا كذا كفايه، هذه هي المويه. يا سلام
خليه شويه كذا على نار هاديه لين يذوب السكر، اول شيء يذوب السكر وبيبدا يثقل. هذه هي الشيره، ممكن نضيف عليها نص ليمونه كذا كسره للحلى اللي موجود. انتبه له يا نادر، حاول تحرك عشان يذوب. ها حلوين، سد ولا زيد من زيت الزيتون؟ ها زد انت شوي. اي زد 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 يلا زد، خلنا نشوف بس هذا كذا زد شويه، حاجه بسيطه تكه يسمونها التكه. هلا اي على مهلك. عندنا علبه قشطه بحطها لك هنا، وعندنا علبه حليب مفخر. زود شوي زود شوي بس خلاص كفايه. حركها صح. ها وهذه علبه زبادي هديه من عندي، انا ما ادري ليش حضرت الزبادي لكن اي هذه حركها. اي لازم تحركها جد. دقيقه لا جيب ملعقه، جيب ملعقه، جيب ملعقه، هات ملعقه الله يسعدك. ها فين وصلت هذا الحين؟ انا بوخر، خلنا نشوف اذا يكون باقي ربع ناقصه. هذه فانيلا، ومحتاجين من هذه 3 ملاعق اللي هو حليب بودر. بتضيف حليب بودر، انا اضفته علشان بنسوي البسبوق يا رب انها تزبط معانا، بالذات ان عبد الرحمن عزيزي هو اللي بيسويها، ان شاء الله انها تزبط بمشيئه الله يا رب. بس حلا كيف تسوي حلا يا ابو؟ بتسويها انت الحين؟ حلا حلا كيف تسوي حلا؟ ما هو احلى شيء حلا سوي حلا. طيب خل اعطنا ملعقه، ملعقه ملعقه علشان نضبط هذه الحين ونزينها. يا زينك يا نادر وانت تسوي برجر مع بعض حلاوه هذه والله. بس ملعقه وين؟ اي طيب هنا حاول انك تقصر النار شوي عشان يذوب السكر. خذ 3 دقائق 4 دقائق وبتثقل هي الشيره معك. تم حلو، لقيت انها ملعقه؟ ها يعني جالس اطبخها. لا هذه ملعقه ثانيه اللي انتم شايفينها، جبت ملعقه جديده. وين؟ هذه ملعقه جديده تعتبر صح؟ اي ما لها دخل في ملعقه البرجر. لا هذه حق البرجر. لا احد ارجوكم اللي يتابعني ذا الحين، ترى نادر ما شاء الله عليه اختيارات المرة هذه في المطبخ حاجة استثنائية. لا فعليك ضبطي عليك. وش أخبص والدها حلا معدي ما يجي. يرزقك الله. ما لقيت ملعقة؟ يرزقك الله. طيب تعال بضبطها معك. هذه ها هذه حقت البرجر وهذه حقت الحلا. شوفوا الجود من الماجود، ما لقينا ملعقة. كلا. هذا هذه ملعقة. بساب. ملعقة نضيفها. برجرك جاهزة تعال. الملعقة الثانية. حلوين والله وزن. هي كوب إلا ربع. لا زود زود الحين. إيه هذا لا عادي، حتى لو زودنا حليب يعطي طعامه في البسبوسه، وممكن يزيد بسبوسه اصلا. طيب حلوين، الطريقه كالتالي. ايش اللي بيسوي؟ هذه نواشف نبغى نخليها هنا، اللي هو السميد مع الفانيلا، بنخليه على جنب. كلا. هذا كلا، خلاص؟ ابغى ذا كله ينزل في الخلاط، اول شيء يبدا بالسوائل. سوائل؟ ايوه اي شيء فيه سوائل، هو الافضل شيء الحلا ان ننزل السوائل. عندك مثلا القشطه، ممكن شويه من الزبادي برضه. حلوين، خبر الزبادي ذا شوي. هاك ضف هذه، هذا نضيفه، ضفنا زبادي هذا هو. لا ضف الحليب المبخر. يلا كامل كامل ضف. يلا شوف كيف بتسويه به. حلو فوق فوق كذا، خلينا نشوف خلينا نشوف. يا سلام يا سلام عليك يا شيخ. حلوين حلوين. طيب الحين عندك الحين النواشف، نبدا بحط السكر، حط هذا حط هذا اللي بيحط السكر. الحين اضفنا كوب كامل. كيف يا نادر عندك الشيره ممتازه؟ اضف جوز الهند وضف 3 ملاعق اللي هي من الحليب البودر. حلو. طيب احنا لو حسينا انه هذه بتكون ناشفه علينا شوي بنزود عليها يا حليب يا طحينيه، بس الافضل الحليب، الحليب مكثف وحليب سائل. ترى السكر ذاب يا مساعد. بس انا ان شاء الله ان المقادير اللي احنا سويناها انها تكون موزونه. ترى دخلنا على طول في البث ما وزننا اي مقادير، قاعدين نوزن بالنظر وبالكوب بالطريقه هذه وبالخبره السابقه، يعني نحاول نجمعها كذا مع بعض. قفل يلا تمام خلاص. جمع لي هذه اول حاجه، اول ما تحطها خلاص جمعها هنا، شغل اشوف. مسالم السكر ذاب ترى نخلطه. ها ذاب سكر ذاب شويه، خله 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 شويه. ترضى انت مقصر على النار وايد. اي عادي ارفع عليه النار شوي، خله الترمل شوي. ما هو الترمل ترمل اشوف السايل. ممتاز ممتاز، جيبه كذا شوي. ايوه خليه يزبون. يا سلام خل هذا. نبغى الحين اللي هو شيء نخلط فيه السميد مع وعاء، يسمونه وعاء او صينيه او شيء. انا قبل شوي انا كان في قطع بلاستيك جبتها، فين هي؟ دقيقه طلع المال. نحاول نطلعها، شيء نخلط فيه. كيف يا ابو نادر؟ يا سلام عليك يا سلام عليك. خلاص قصر خليه شوي. في ليمون
انا ادور ليمون هنا. يا سلام، هو الليمون اللي نبغاه. دور الليمون هنا، دور الليمون هنا، خلينا نشوف هنا. اي ابشر بالليمونه، خلينا نقطع من هذه. حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ها الكميه اللي احنا نحتاجها، شوفوها يعني صغيره مره لكسره الشيره بس. هو نادر الحين دوب بالشيره، بنضيف الكسره هذه. يا سلام، مخلوطه كامله، حلو كذا. شيرتنا تقريبا جاهزه. طيب فنوصلنا عند صاحبي، قلل خلاص، يخفف طفه، خلاص طفه كذا. والله ما ادري هي بتكفي هذه ولا ما في اكبر منها، ما لقيتها ان شاء الله تلقاها. شوف اذا فيه، اذا فيه ما فيه عادي، دور يمين يسار ان شاء الله تحصل. انا كاني شفتها قبل شويه هنا. اي شوفها، شوفها شوفها يا صاح، حلو. خليني اضبط لك هذه، اغسلها وجبها وجب. نبغى ملعقه، ملعقه كبيره عادي. ها كيف السكر عندك؟ ثقه ثقه ثقه، طف عليه دقيقتين ثلاث دقائق واحنا مخلصين شيره الصوص. وزي ما قلت لكم، عندكم ممكن الحليب المبخر، اي حليب مبخر تصبه في طاوه، تحط عليه فنجان قهوه، اللي هو فنجان قهوه سكر، وتخلطها، تطلع على طول اللي هو ايش، تطلع صوص برضو للبسبوسه، ولذيذ جدا، لذيذ. بس احنا حطينا حليب مبخر هنا، فقلنا خلينا نستعين بايش؟ نستعين بالشيء اللي احنا مسوينه. طيب يا صاحبي عبد الرحمن، لا نبغاك تاخذ هذه الملعقه، خذ هذه، خاصة احنا محتاجينها. اغسلها بس. سلامات والله. هاي عبد الحميد، حاله سهل سريع على طول. بس يبغى لنا هواجيس، ما في هواجيس؟ هات اكل انت واعطني. ووحد الايام والنيا نيا، احسب تاريخ اجلي ومنا، ما يجيب الضغط ولا الحساسيه، غير شوف الزين مدعو جلا، ما يجيب الضغط ولا الحساسيه، غير شوف الزين مدعو. انا اشهد انك تستاهل، تستاهل تستاهل كل شيء. شفت السميد هذا؟ اي ضفه هنا، حلوين. هذا احنا بنتاكد الحين هذه كفي ولا لا. أنا طبعا انا افضل في البسبوسه اللي انا اسويها تكون سميد خشن، يعني هذه خشن وناعم، ما حولها حولها. هذا الفانيلا، تقدرون تستعينون بالفانيلا السائله وهي الافضل. اذا ما لقيتوا في عندكم البودر، اضف منها شوي كذا فوقه فوقه. ايوه حلوين، مع ان المفروض الفانيلا حطيناها هنا، لكن يلا ما في مشكله. عندنا لا خلاص كذا كفايه. عندكم اللي هو الباكينج باودر، الباكينج باودر ولا الباكينج صودا عادي، كلها سوا. ممكن نضيف منها ملعقه كبيره، هذه انا بضيفها لك هنا. علشان ايش؟ هنا الخطه، ابغى البسبوسه ترتفع شويه. هي مهمه الباكينج باودر والباكينج صودا، مهمتها قلويه. في هنا في احماض، انا تعمدت احط زبادي هنا، ركزوا معي، انا حطيت زبادي. بعضهم يقول لا تحط زبادي، انا حطيت زبادي عشان اخدم الباكينج باودر هنا، لان الباكينج باودر عباره عن حلقات قلويه تتفاعل مع الاحماض في الحراره. يعني لما ناخذ العجينه هذه حق البسبوسه ندخلها في الحراره، على طول راح ايش؟ ترتفع، يكون في هواء داخل البسبوسه. مسالم الشيخ خلطتها؟ طيب هذا انا ابغاك انت اللي بعدين تسوي البسبوسه لحالك. كب الخليط هنا واخلط. يا سلام عليك، خله هنا على جنب يبرد، ياخذ راحته، احنا نبغاه يبرد بقدر المستطاع. لازم يكون بارد؟ لازم يكون بارد، ايه. يلا روح روح، صب صب صب، ما عندك مشكله، صب الخليط كامل. ما شاء الله يا ابو عزيزي، يعطيك العافيه. كلام كثير. هاي وش اسوي بعد؟ اصبر انت، خلص البرجر حقك. اي حبيت بس خلاص، اهد معنا الحين، الحين بعلم. ايوه انا بعلم، غسل لنا الطاوه هذه الله يلهينك. نادر سوي لنا الطاوه هذه، حلوين. حرك حرك زياده، حرك زياده، حرك. ايوه حرك حرك حرك. شوفوا هنا انتم تطالعون في الخليط كانه سائل، ترى شويه ويمكن ينشف، لان السميد يشرب الحليب اللي موجود السوائل، فيبدا يتنفخ شوي شوي. حلو. طيب اغسلها وجبها لنا ونشفها، ذي تنشيف كامل. حلو، روح 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 روح. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام. حسس المزيج انك مزجت كل المكونات مع بعض. خذ الاطراف لا تخليها، لانها مهمه، نحتاج الكميه هذه كامله انها تنزل في الطاوه. ابداع منك يا عبد الرحمن عزيزي، حلو. وانت يا نادر، يا يو يا نادر، يو انا هذا نادر، نادر الوجود، نادر 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 ومتفرج. ما عندك انت هوجاس شيء حالي؟ والله لا دمه، ما زبطت. ها طيب دمه كذا، هات الدمه. يلا يا نادر، هنا نادر ايش بيسوي؟
بعد اذنك يا ابو عبد المحسن تعال هنا خلك هنا انا ابيك تمسح الطاوله لا تشتغل الا على طاوله نظيفه حاول تتعلم انك دائما تمسح الطاوله انا انظف دائما انك انت ما في مثلك في الارض لكن هذه بس للمعلوميه انا عندي هنا طحينه ابغى تقول طحينيه بعض يزعل علي شويه يقول لا تقول طحينيه السائله قل طحينه خلاص طحينه عشان ما حد حلوين طيب تعالوا هنا طبقه شوي لو انظف نبغاها أيوة. ثقلت نيه ايوه هو شفته يقول ثقلت ليش لانه في البدايه كانت خفيفه السبيد يبدا يشرب الحليب يبدا ايش يتنفخ او يمتن او يشرب الحليب يصير ثقيل انا ابغى القى كلمات كويسه مناسبه لموضوع انه السبيد بلهجه بيضاء بلهجه بيضاء كما لقيت ما هي حاصله هات هذا حلوين طيب نحط شوية طحينية بس لنادر هنا أنا ودي تلقى ملعقة تلقى شيء تمسح فيها الطاوة أيوة أمسح فيها الطاوة هنا إيه امسحها بس مسح كذا يا سلام عليك يا سلام عليك يا نادر أنا أشكرك من أعماق قلبي أنا ترى فنان بالحب إبداع لا لا ما علي ما علي لو تاخذ لك ترى بس انه هو ودي يوزع على ما هو لازم يكون في فرشه اسمها فرشه دهن ايوه ندهن الصينيه بال ايش اسمها في فرشه حقت البويه هذيك برا اجيبها ابو سالم لا هذا اكل بويه ما له دخل روح انطلق يا صاحبي انت تسوي كذا بالصينيه انت من البيت اللي يدقق في الصينيه ان هذا هو لانك تفسدها لا هذه جايبينها مؤقته ترى أيوة. ما فرقت معنا بخشت دقت بكيفها حلوين يا نادر لازم احرص على لا 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 لا, لا شغل جوائي. لك ابداعي صراحه اشكر ماش عندنا السيليكون لا اعلى بين هو في في ملاعق سيليكون هنا لا والله ما في صح خلوني ابحث بس لحظه كذا للتاكيد سيليكون وش هينا ملعقه السيليكون الجود بالمجود يا جماعه الخير والله انا ودي عندي فرشه ذهب وعندي كل ادوات الحلويات ودي ودي بس الجود بالجود اللي موجود عندنا بنسويه يلا روح مازيه مازيه مشي لا نادر اذا دخل المطبخ ضيع كل شيء انت انا اسف ابو سالم ترى انا اقول انا لك تحملني يا جاني والله في توتر قول اللي تقول حلو ايوه يا اخي نبغى حماس العب العب يا هلا يا وجم سال حمام العب العب نادر انزل هذي يلا 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 ايوه جاهزين هذه لكم انتم انتم لكم خلاص تعالوا هنا ابيكم تنزلون الخليط هذا اللي موجود هنا بينزل في الصينيه نزله وخليه يتوازن ايوه حاول ان حاول انك يعني وزع وزع اي كذا كذا تعال كذا على الكاميرا تعال كذا قحص ايوه ايوه نزل 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 ايوه حلوين نزل الخليط وخليه يتوازن في حاجة أنا نسيت من هنا لازم أشغل الفرن كن جبودار وحليب وبدر وحليبه حلوين حلوين الفرن كم حرارته 250 وجوز هندو سميد وحليبه وجوز هندو سميد وطحينه وباكن يا سلام عليكم يا سلام عليكم الشغل تمام 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 ايوه حاول تاخذ كل الباقي الله يعطيك العافية يا نادر شفت كيف صدقني انت مطلع الخليط على اصوله ترى على فكره فعليك انت مطلع الخليط صح ترى يا ابو عزيزي وما شاء الله نادر ضبط ان الشيري هنا يو شفتها بالله دقيقه يا جماعه الخير انا ابغى اوريكم حاجه اذا الكاميرا هنا شوفوا كيف ثقل الخليط حق نادر اللي هو الشيره فعلا كانت مضبوطه ضبطها شوف كيف ثقل الخليط خلاص صار ثقيل الحين هذا هو ثقيل هو يبان لان هذه بيضه ما هي باينه لانه شفاف لكن بيبرد شويه ويصير اثقل واثقل على حسب ما ضبط نادر كوب سكر نص كوب مويه تعطيك شيره موزونه صح حطيت كوبين حط من السكر حط كوب مويه يعني اكس لنص اكس زي كذا هي ماشيه اشوف الوزن طيب بعد ما تحطونها كذا يا احباني شوف كيف اسوي انا الخبط هذا الخبط هذا ليش؟ علشان يطلع الهواء إذا في هواء ولا شيء يطلع وتتوازن يتوازن الخليط بشكل كامل. اطلع! ايوه. اطلع! على مهلك على مهلك. اطلع! يلا حلوين. اطلع! عندي هنا لوز انا جبت شو كذا شو كذا يلا. والخط الطويل يا هلا كل اللي في بث درم من احمد الحاصل احمد شريف يصور. يصورنا ايه. طيب ممكن ليش؟ خلاص افلحنا. يقول اسكت صح.
هذه دائما. لا تكفى. شو اسمك؟ شو اسمك؟ والله لا اقول اسمك. كلكم ايه. احمد هذه اعرف اسم واحد منكم. من حاصل احمد شريف احمد ما عاد ندري ضيعنا. لا ادري بس صوره في ديتك وانا من البيت يا زين. اغير انت وياه ما اني احب اتصور. انا احب اتصور. يا اخي احبك احب اتصور لحالي يلا من زمان. يا سلام عليك يا شيخ. طيب لازم اشوفها. لازم اشوفها في انستغرام. ما يدخل انستغرام تويتر يوتيوب. لازم اشوف نفسي. لازم. ايوه ايش اللي نبغاك تسوي يا عبد الرحمن؟ اول شيء تجيب فاين تمسح هذه كامله اللي على الاطراف، لان اللي شوفوا يعني مثلا خلينا نشوف انا هنا. ايوه على الكاميرا في هنا على الاطراف شويه، هذه مع الفرن ممكن تحترق، اذا احترقت بتسبب اشكاليه. اي والله فهمتوا؟ فاحنا بنمسحها ننظفها عشان دخلناها الفرن تبدا ترتفع البسبوسه تاخذ وضعها. حلوين يا ابو عزيزي؟ تبي امسحها؟ خلاص اي واحد فيكم يلا. الفرن كم هبيت؟ ها؟ كم حطيت الفرن؟ الفرن بنحطه شوفوا. كم هبيت؟ هو الافضل على حسب الافران، الفرن اللي عندي هنا 180 درجة الحرارة فوق وتحت ولمدة 20 دقيقة. في بعضهم ياخذ الى 25 دقيقة، ليش؟ لأنه جودة الفرن وحرارة الفرن تختلف، بعضهم يقول أنا أحط 200 ويبغى لها ساعتين، وفي ناس يحط 200 وياخذ ساعة ونص، ليش؟ جودة الفرن عالية، حرارته تمسك صح، ما في تهريب حرارة ما في كذا، فزي الأفران هذه 20 دقيقة كفاية، أنا عندي فرن هنا أديسون هامر درجة حرارة 180 فوق وتحت. هذا هامر هذا هامر من أديسون، ما عاد يبغى لها. كم لي سنة وأنا أستخدمه؟ ما يبغى لها كلام كثير. أيوه طيب عندك الله يسعدك اللوز. اللوز الحين بنسويه بنرتبه ترتيب، حط حبة هنا حبة هنا عشان نقطع عليه. القطع إي مكعبات كذا. أشوف أبو عزيزي. أيوه بالله خلها كذا طولية زي كذا زي ما سويتها. واحدة هنا وواحدة حلوة وذا الصفر يعني أربعة. أو حطها في النص. حطها في النص عادي. حطها في النص تجي بنفس القطعة. أيوه يا سلام. بدأ يرتب أبو عزيزي وبدأ يضبط وبدأ يسوي وأحلى حلقة حلا يا جماعة. أقول لك صاير بهلواني. أي تمام عليك يا أبو عزيزي. فالنحب قال لنا ها ما عاد بقى لك ولا شيء للحين. للحين أما تجهز نفسك أنا في حاجة أبغاك تسويها صدق. باقي الجنة الله يرزقناها. هذا خلنا نبغاه بعد شوي. هذا نرتبه وندخلها على الدولاب. هذا أصبر إحنا كاتبين قصيدة مكونات بالله؟ إي والله. يعني خلي المكونات عندكم هنا. يا هيا رتبها وتعلقوا. كنجبودار وحليبه وسميد جوز وحليبه وجوز هند وسميد ودوني على صاج الحمار. يا لا 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 لا. هذه قصيده مجبعه. حلو بس انت عد ترتيب الكلمات. اسمع والله ودي تعيد ترتيب الكلمات عشان نسوي الخلطه. طحينه وباء كنجبه دار وحليبه وسميد وحليبه وجوز هند وسميد ودوني على صاج الحمام. يا سلام. باقي في سكر باقي في زيت باقي في الزبادي والطحينيه. باقي سكر وزبادي وهذه وين هي؟ انت السكر وانت الزبادي. طيب نكمل الخطوه. حاول ابو عزيز تخلص تنجز. دقيقه انا ما عليك انا بحاول ارتبها. ايوه احنا نبغاها تطلع كلام كثير. انا قلت لك انت غدو وش هدي؟ لا حاضر. هيك طش شطارك. شو قول لهم؟ اي الله الفاني. حط واحده بيضة هنا خلها نروحون. خلاص هذا اللي حياته كلها عند في البداوه وخلاص عند البلو يشوف كل شيء كله في الصحراء. هذا المفروض نحنها كذا. شفتوا كيف يا جماعه الخير بعد الترتيب هذا ايش اللي بنسوي؟ بتاكل واحده؟ بناخذ الصينيه هذه وبنوديها للفرن على حراره 180 فوق وتحت ولمده 20 دقيقه. حطوا في بالكم في بعض الافران ممكن نخليها ل 25 ممكن لنص ساعه على حسب جوده الافران، بس انا الفرن اللي عندي تقريبا 20 دقيقه واحنا مخلصين احلى بسبوسه. مجرد ما نطلعها من الفرن نصب الشيره حقت نادر على البسبوسه ونقطعها واحلى حلا بسبوسه. يا جماعه الخير بقول لكم شيء، والله انا جاي قاعد اقول ايش بتكون الطبخه. انا صراحه استمتع. انا شخصيا اي مكونات عندي انا استمتع فيها، استمتع في المطبخ. يا سلام. كل على حسب جوه. ترى في ناس زي نادر ما شاء الله تبارك الله مستمتع في المطبخ، ويوم شاف اللوز قال الله كانها البل، ذكر البل عنده متذكر. يا سلام. العشق الله. صح ولا لا؟ وكل على حسب الجو اللي هو عايشه. شفت هذا؟ فانا استمتع صراحه. وانا جاي قلت حلا بسبوسه، تذكرت البسبوسه هذه من الاشياء الشعبيه اللي نشوفها من زمان يعني من ايامنا وكذا.
فلها يعني واقع في نفوس الجميع، لها رونقها الخاص. البسبوسه الجميع يحبها واتفق عليها، فعشان كذا قلنا بنسويها بالمكونات البسيطه من اي بقاله، سميد، جوز هند، زيت وسكر، وعندكم حليب مبخر، وممكن تضيفون عليها الزبادي والقشطه، وهذه الخليط حقها بسيط جدا. وفيه ابداعات ثانيه، ممكن تضيف مكونات ثانيه اذا انت تشوف، دخلها الفرن على طول زي ما قلت لكم على حراره 180، جيبها هنا خليها كذا كم دقيقه؟ 20 دقيقه يا عسل في الفرن الجميل هذا، ويكون كذا مخلصين. ها ايش رايكم في المقادير؟ كيف المطبخ اليوم ابو عزيزي؟ اقول لك اليوم عالمي عالمي. اعطنا قصيده على انك خلصت. ما هو قصيده شيء، لا اي شيء اللي يعجبك انت. برنا اسلم، رتبوا هذه كلها كلها اسلم. اذا في 50 تعال يا ابو عزيز. يقول يقول يا طويل العمر انا سامعين يطوف. اي وش يقول؟ يقول ايش؟ يقول ايش؟ يقولون قلبك للقناص دام. ايش؟ يقول لا انت خليك تقول. لا قول قول. لا لا قول قول. انا ابيك تطرب الصدق. انت قول مالك مالك شغل مالك. انا بحط حطها هنا. اسلم يقول اللهم انا يا بطايب عقباك النار ساعة من جرى ما تخطف توقع ساعة دارت سنتها وفيا الانتظار ياكل من اطراف تبدي ومن معلوقة بريحة ليلة مثلة بغالي استخر ما جعلني كل مرة بعد اذوقا انقطع وحبال الاخبار من دون اقصار والله ما ادري وتحت الارض ولا فوقا كان يدريبي فانا ماني بطلاب ثاري يلتفت بعيون الفاتنات ذوقها لين اعلمها الاماني والاحلام الكبار تنتهي لجات في سوق ما هو سوقها يا ابشع من الجفا والانتظار حاجتين تاكل التبد من معلوقها معلوقها الله معلوقها خذ المياه حي والله جايلك سالم يا ولد نادر اغني ولا قصيده؟ هاي قصيده بكيفك تصرف انا ما يدخل نشبت رجل حجاله اسلم يلا اشبك ابو ضحيان ايش تبيني اقول؟ طلع المسبحه طلع المسبح يا رجال هيا صلوا على النبي اسلم قلت فوز العزيزي وش يقول خلطي كربة يا استاذ اسلم المجامل له حدود له قياس ايه يقول المجامل له حدود له قياس تعال هني اسلم يقول المجامل له حدود له قياس قياس حلو وادري ان الطيبين يجاملون جاملون مشكلتك انك تحب خشوم ناس تستحي منهم وهم ما يستحون خل طيبك اسلم عز راسك عن 100 مليون راس وخل طيبك في اربعه يستاهلون يستاهلون ال100 100 نقطة عند نادر يستاهل عندك دم شيء؟ لعل في ولا لوز؟ والله انه لوز هنا قالب لوز انت اليوم والله خل على جوع وانت قالبك اسرعت عندي لغز وتحداك تحلها فيها 100 نقطة من غني عندي يا 100 نقطة انبسطنا حسينا في شيء ها اسلم اسلم دم هاي شيء بس انت طلب هات هاي شيء 100 نقطة يا رزق الله بس صحيح حليته لك 10000 ريال اشهدوا يا ان لله 10000 ريال البارحة في الليل قبل امس الظهر في وسط مكة جنب حي البلقسيم لقيت لي شايب صغير بالعمر عزاب من زوج اربع حريم انا اعلمك اسلم وش الحل؟ الله يسعدك ايش الحل؟ والله اني ما ادري هذا انا بكبري ما اعرف ما تعرفها؟ لا والله ما اقول ما تعرفها صح؟ بس العلم فيه انت اسمع كيف التشكيلة البارحة في الليل قبل امس الظهر الظهر في وسط مكة جنب حايل بالقصيم بالقصيم لقيت لي شايب صغير في العمر عزابي ومتزوج اربع حريم اربع حريم اربع كم؟ اربع اربع ما شاء الله على ذا الشايب اربع كم؟ عزابي عزابي متزوج اربع حريم عزابي متزوج اربع حريم عادي لا انت ما لقيت لي شايب صغير في العمر لقيت لي شايب صغير في العمر انت لغزك يحير هو لغزي ما عرف جوابه هذا طيب يعطيكم العافيه انا اروح عند حبرو على بال ما يجهز الحلا عندنا ياخذ تقريبا 10 دقيقه زي ما قلنا خلنا نقلط عليه يلا يلا دقيقه قبل ما ننقل معليش انا اسف لان الشباب يستحقون صراحه بدون مجامله انا عندي هنا
300 نقطه باقيه. أبعطي الذيب هذا 50 والذيب هذا 50 وال200 الباقيه 100 للنادر صارت 200 و100 لعبد الرحمن عزيزي ويستاهلون. على حبره يلا على حبره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، اهلا وسهلا. معكم عبد الله خالد حناكي من محصة حبرو، معك سود يا حبيبنا. ان شاء الله طيبين يا شباب، وين باقي الشباب؟ بيجونك الحين ان شاء الله. طيب نبغى قهوة يا شباب. شلونك؟ الحمد لله يا رب ماشي الامور. ايش تبغى يا عبد الله؟ وش تبغى انت بس اطلب؟ اليوم يا شباب ابغاكم افضل رسمة. ازهلها. ابشر بساعدك. سلام. انا حبيبي ابو سالم. اهلا وسهلا. ترى احنا جايينك مصدعين صدق، نبغى قهوه. عندك كلمه الحين. وش تبغى؟ سوون لك الشباب الحين. سوون لك احلى قهوه. والله بالقهوه يا ابو سالم. ما شاء الله، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب، الحمد لله يا رب. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ طيب يا ابو سالم. اهلا وسهلا، ان شاء الله طيب. الحمد لله يا رب. من اليوم والله ودنا ندخل. ايش بغيت؟ وراه؟ معك. لا خله يدخل، تفضل تفضل. لا يجون ياخذون نقاط في المطبخ، المطبخ لي. نعم ابون النقاط. اوكي والله جاينا. تبون يا جماعه الخير، انا اشوف الاربع ذولا اللي موجودين اليوم وراكم تستاهلون كل النقاط. تدري ليش؟ في عزيمه، في اصرار. ها مش هي 1000 نقطه، يعطونا 250. هي تنزل النقاط ما عندك مشكله، اهم شيء انه اللي لو فات منك شيء ممكن يفوت بسبب تعب، بسبب جهد، بسبب كذا، لكن عادي عوض عوض واشتغل، ما في مشكلة. يلوموني فيك يا هذا هو، عوض واشتغل. شربس عليك. يلوموني فيك يا وسال، مش بغيت اطلب اللي تبغاه. خلاص وصلت شرط عدم مشاركة الرسل ولا عايز يسعد. انا والله انا ودي بس راسل لو على الاقل يسوي لكم الحليب. تبخير تبخير بالضبط، بس الرسمة اهم شيء انها تكون عليكم. وزنة القهوة حقت الاسبريسو وزنة ولا لا انت؟ انا وزنة هذا اللي ما يلا وزنوها. خذ راحتك، جرب لين ما تطفش. لين ما تطفش. سريع كذا. هل المكان هذه يعني غسيل بعد كل استخدام؟ نفس هذه تغسل، يعني مو بالماكينه كامله. لا 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 الماكينه. طيب الماكينه كل فتره اي، على حسب برضو المكان، يعني برضو على حسب الاستخدام، على حسب كم مره استخدمتها. اي وبرضو تعتمد على الماكينه. حلو. بس بالاغلب يعني هذا بس الشيء الوحيد ننظفه اللي يكفي يعني. اي مسالم من شوف كيف نادري ننظف. هو عندي سؤال زي هنا، هل القهوه لما نضيفها هنا لها نوع درجه من الطحن ولا لا؟ اي طحن؟ لا لها نوع درجه من الطحن على حسب نوع البن، على حسب كل بن يفرق وال كيف هم التحميص حقته، فهم؟ اي نظفتها هنا ترى بعد ما نظفها. فبرضه يعتمد على يعني زي هذه الطحونه مثلا لها درجه معينه، نخليها على درجه معينه ونسحب منها. كل فتره كل ما تغير البن لازم تسوي لك لابريش مره ثانيه وتقد. تغير البن لازم تسوي لها معادله ثانيه، لازم تقد تعادلها وتضبط طعمها كل مره. كل مره تغير يضبط معانا بالضبط، ويفرق برضو على التحميص. لان انا كان عندي طحونه قهوه قاعد اطحنها ناعم كذا، قال لا واحد يقول يا اخي ترى يختلف معك الطعم. اي تختلف تختلف مره، كل بن تختلف درجه. خرب القهوه. شوف ابو سالم، هذه اظن ابو سالم بتيك. هاي شوف عيالك يلا خذهم، خلهم يا اخي يستانسوا توم. كم منهم؟ هلا واخذين نقاط وباخذين علوم يا رجال. بناخذ منك ومني. انا اشهد يا نادر مني، ما انت ما اخذ شيء. لا بناخذ. ايوه انت ماخذ منك. خذ هناك خذ. هم انت ما اعطيتهم على 50-50. اي والله خلاص خل حيلان يعطينا بعد. ما انت على حسب شغلك انت. انضبط زي ما انضبطوا هم، قعدوا وقصدوا وابدعوا. وانا انبسطت صراحه، انا والله اني انبسط بالشباب اللي حولي وانبسط مرحبا بوجودهم. ابشر بسعادتك يا ابو سالم. حاب تشرب قهوتك؟ خلاص عندي قهوه. انت تشتغل؟ ابغى اسوي الغير. اسوي الغير؟ ابشر والله بسعادتك. وانا والله ابغى شيء بارد الصدق. ابشر والله بس جابانيز. تبغى بارد؟ جابانيز. عندك وجه نقطه هذا اخذ 200 نقطه، احنا 50-50. والله والله يا نادر طيب جابانيز
لا لا جابانيز جابانيز ياباني 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 وش بها؟ قهوة يابانية أبغى قهوة باردة يابانية هو يبي قهوة باردة يابانية ياباني ادري ما عارف اسويها انا ادري كنت خلوا معك يا ضايق الصدر لا 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 وش بك انا سلام مكينه بسلم الساعد عبد المحسن بنعود لعبد المحسن والله بردي والله بنعود له هو شكله اول باخذ الدقار شوف في الطبخه بشير بالساعد اي ما تقصر في الطبخه بشير بالساعد في القهوه ما القهوه انا توني مستجد صح ولا لا؟ لا غريب والله انا شايفك مسوي كفي لا تيق قبل فتره اي اي بس قاعد حيله قاعد يحاول اي بس جبريل والله ترى فرصه انك مع البارستا شوف يعني اسبانيش في معلومه استفدت الحين انه درجات الطحن هذه مهمه صراحه إيه مهمة جدا عشان عرفت الا القهوه السوداء الا القهوه السوداء ما عرفت اي قهوه سوداء ما اجي لا اسبريسو اعرف موهيتو الموهيتو كويس ولا مو كويس كابتشينو اعرف له اسبانيش لاتيه بارد اعرف له امريكانو اعرفه كوردادو طيب انت عارف كل القهوه السوداء هي ما لا تعرف توزع الطحنه لا لا قصدك القهوه السوداء اللي في 60 ولا قصدك الاسبريسو هذه طيب هذه برضه هذه لها وزنيات معينه برضه لها تدري ابو سالم انهم يشغلون عالم القهوه ذا عالم كبير عالم كبير وبدا يكبر كل ما لا يكبر جدا تدري ابو سالم يشغلونها تقعد تحمل صح الماكينه لازم تقعد تحمل ساعه اي يبغى لها وقت يبغى لها وقت انا صدمت اضرايق يقعدون يحمون كان هايلوكس انت عارف شفت الالات اللي تجيك كبسوله كذا حطها ترى تاخذ وقت برضو على بال ما تشغلها على بال ما تاخذ وضعها تعطيك اشاره انه ترى انا جاهز والله يا اخي امسك كاسه عادي برضو تاخذ وقت وبرضو عندك طحنه الفي 60 لها اكثر من طحنه لا طحنة. في طحنه البارد في طحنه الحار الكريم كيف ما شاء الله ابغى رسمه رسمه ارزها للرسم الحين بس باخر رسمه ابو ارسل لا تقول انك لا والله بسم الله عليك ما شاء الله تبارك صدق انا صدق والله انا شفتك تبخر بس ما ادري ما شفتك اشتغلت في القهوه صدق والله لي يد فيها والله هو والله انك ماسك هذا الحين داري وانك صبيت القهوه بس انت اللي رسمها والله انا مسويها والله قسما بالله ان الرسمه اللي رسمها رسل مو يستاهل له يد فيها له يد ما قصر انا شفت الرسمه الرسم حلف علي رسل قال والله ما تسويها لا اسويها انا خلاص حلو سوينا واحده ثانيه قال انت يا واد يبالك نقاط سوينا واحده ثانيه هي سهله هي انا شفتها قبل شيء يصير كذا بسيطه هي بسيطه انا اقدر اسويها طالبك طلبه 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 ابو سالم بيقدر طلبك طالبك طلبه انت تعطيه مين طلبه يا رجال سر امه توك تطلب ما هي بالطلبه لا هي ما هي بالطلبه روح له حق اللي ترى والله انا اشوف انا ودي اجلس معكم اتعلم فكره تعال تعال اتوقع ان صبتها سهله صح؟ يعني يبغى لها وقت يشوف اصعب شيء ممارسه بس الشغله بالضبط ممارسه ممارسه حتى تتقن الشغله اللي تبغاها بالضبط بالذات اصعب شيء عندك جهه الاسبريسو وجهه الحليب والتبخير هذه اصعب شيء بس ترى اسهل شيء عندك القهوه السوداء الفي 60 هذه اللي هذه اسهل شيء بسيطه لكن الرسمه هذه يعني هذه تنحفظ بسرعه اما هذه تعلمها تكفى والله فرصه يعني الاشياء هذه انت قلت لك والله سوي هذا يلا سوي شو اسمه انا قاعد اسوي طيب يا شباب انا اقول خلوا رسم يبخر بس انتم ترسمون مديتني والله الرسمه من عندكم في اسرار في القهوه هذه ومديتني سراي ها في اسرار فعلا يعني خلينا نقول على الوضع المنزلي اللي احنا فيه الات قهوه الجاهزه الكبسولات الاشياء دي احنا عندنا موجوده ونتعامل معها لكن انا لما اروح بعض الاحيان عند بعض الباريستا اللي يشتغلون لما اشوف الحين انت زودتني بمعلومه كل يوم اشوف في حاجه جديده طالع يعني انا مره لقيت واحد عنده علبه قزاز كذا كانه في معمل كيمياء والله يا جماعه عرفته وحاط قهوه فوق وقاعد تقعد تنزل تمشي قال كولد برو هذا تقطير اكثر من 24 ساعه ما ادري هو كثر من يوم كولد برو برضه شيء ثاني شيء تخمير تخمير ايوه بالضبط يقعد اكثر من يومين بعض الاحيان في بعض الناس يقولون يقعد اسبوع على حسب انا على بالي انا اخذ علبه كولد برو بعض الاحيان احب البارد بدات انا لما اقول له سوي لي جاب انا احب القهوه البارده انا مفكر انه هو بس ياخذ يسقط عليها خليها تبرد يصبها فوق ثلج هذا اللي كان في بالي اثر الموضوع يحتاج له وقت في التخمير اي كالكولد برو هو اللي يبغى له وقت يبغى له بعض الناس يخمرونه يوم بعض الناس يخمرونه اكثر من يوم يومين انا سمعت واحد قال خمره اسبوع تحطه بغرفه معزوله وبارده على درجه حراره معينه ويتركها اكثر من اسبوع وانا شفت برضه واحد من الشباب ترى جذبني الشيء هذا شفته يحط شرايح برتقال شرايح برتقال
إيه تعطي طعم. في ناس يحطون توت، في ناس يحطون دقيقة. هذه الإيحاءات اللي يتكلمون عنها؟ لا ولا طعم؟ هذيك شيء ثاني، هذيك ما لها، ما لها دخل. الإيحاءات إيه؟ لا هذا قصدك بالكود برو. إيه يعطي طعم برضه، تعطي طعم. إيه أنا شفتها قطع برتقال حاطة. إيه في ناس، في ناس سوونا برتقال. علم ثاني، علم ثاني يا جماعة الخير. جميلة جدا. أبد تعال، طيب تعال نبغى تسوي معنا أو إن شاء الله. خلنا ندري، خلص الندري إذا وجد. لا 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 ما بيصبر. شوف إيه تريدي هذا شيء ثاني. ابو عزيز شوف كلنا نشوفه تكبر. لا لازم لازم لا ابو عزيز بشوف الهالي. لا تفوت اللقطه هذه. قلب انطوائي. دقيقه قلب اللونه اشوف ما احد يطالع. قلب انطوائي والله حلوه، اقسم بالله حلوه. لا ضيعها تكفى. تعال والله حلوه. تعال تعال بالله. شوف مو مو بدايه مسوي بس والله حلوه هذه. تكفى لا 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 هنا 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 جيبها هنا. والله والله فنانة ربك ما شاء الله تبارك الله. قلب انطوائي عجبتني. قلب انطوائي تافه. عاد شوف قلبك انت اللي مسويه. ادخل هذا خلنا نعدي. خلك تشوف والله انه قلب انطوائي صدق. تستاهل تستاهل والله تستاهل. حلو هذا بارد. لا لا تعال شوف القلب المجروح. لا هذا عقرب والله. عيال والله بس العقرب. ذيل العقرب شوف ذيل العقرب. ايوه شوف هذه يده. اي ذيل وهذا هذا حقه هنا. هذا اي ولا خلنا خلنا بيطلعون خلنا بيطلعون. والله في ابداعات والله. توقعنا بتجيب لنا ابداعات. وهنا نادر قاعد يبدع ما شاء الله. والله ما شاء الله القهوه مفروض بس عجبني القلب الانطوائي حقك هذا. انت عالم ثاني ترى. على الموازي. إيه والله فيها ابتكار فيها ابتكار. بقى يعني خلنا نشوف كم عدى من الوقت. أبى أروح أشيك وأجيكم. يلا حلوة جميلة والله. سم أذوق. أنت أنت لا أنت. خلاص ممتاز. أص 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 خلاص. ايه حلو والله بس التبخير يبغى له نقطه فوم زياده. بالله ايه رهوة فوم زياده لازم. سم اي خلاص خلي بعدين 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 خلي بعدين. هذا حبر ودوم في القمه. هذا حبر والله انه حلوه والله. والله تعطي تاخذ عليها لازم. والله لازم تاخذ عليها والله. هذا ما اخذ في الطبخ. لا بس شوف والله العظيم القلب. شوف انا عادي ما عندي مانع اسولك اكثر مره. اسولك في المره. انت تبي قلب؟ ابي انا حاولت اخرج عن الاطار. خلاص سو قلب واخرج عن الاطار. سو اكثر مره العقرب. دامك انت ما اخذت من هناك. ما جاز لك العقرب يعني؟ حلو العقرب ما قلنا شيء بس اقصد جرب. حاول حاول اكثر من مره لين ما تضبطها. ابشر بالسعاده. حاول اكثر من مره. شوف انا لذا الحين افضل رسمه رسمتي انا. اسمي بينك والله اني والله اني ابدعت في الفلافات. اي حلوه والله طعم. حلوه والله يا رجال. لا تغلق علي الحليب. قول بس ها. باقي في حليب؟ اي موجود. كفو. الشباب الباقيين وينهم؟ من المساكين اللي مو موجودين؟ والله في ناس محرومين. في ناس منهم؟ اللي محرومين احمد حنيف ومشعل ودنع. ركبت راسه حلو. الصدر بالله وسع. يا عينك كثير شربت دنياك يا زين. يا والله رسم انا بجرب. خلاص انا اقول يا شباب اللي بيرسم يجي عندي ما يرسم هنا عشان ما اقدر اشوف. مش تنسى بك احلى رسمه. حاول ليه ما تضبط اي تحدي فنك. حاول ليه ما تضبط معك. ما هي ضبطت انا عارف. اذا ضبطت معك مره واحده ابد خير وبركه تيسر الامور. اعطني عصا. طيب انا اول يبقى هذا لا سم. الان ابتدي. حلو. من بعيد ولا من قريب؟ لا بالبدايه تصب من بعيد. من بعيد؟ اي كان بالبدايه مو اذا بتخش بالرسم لازم من قريب. يعني اول شيء اصب من بعيد بعدين اقرب. بالضبط عشان الرسم بس. حلو. لان يا اخي انا احيانا اذا صبيت القهوه الحليب يا اخي ما يطلع رسم ما يطلع شكل. ما يطلع شيء لازم من قريب الرسم. حلو. برضه يعتمد على الفوم حقك يمكن الفوم حقك سيء. كيف؟ حتى لو انه هذا كيف تساوي؟ حلو لازم اني اساوي. عقب بس شوف 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 انا عقب شوف اللي على الحواف. ايه
هاي طق شوي كذا من نفس الهذي. أنا عكبري. لا لا مو بينا. حجي. طق كذا. لا لا لا. أيوه. كذا. أوه لا لا الفرن واجد. هذا يصلح كابتشينو. كابتشينو. الله الله الله. حاولت حاولت الأكل. حلو والله حلو ما قصر. قلب مع خلفية والله. يعني ما هذا قلب نادر. هذا قلب عبد المحسن. أسألك بالله ترجع. جميلة والله. يا وجوه الرسمة. لا لا حطها هنا حطها هنا. قاعد يدورها. الله جميلة والله. شوف هذا ترى كان قلب بس من جاء عليه قلب. مسوي قلبين. ايش قول مكان نقعد علينا؟ رسم والله العظيم والله حلوه الرسمه حلوه جميله الرسمه طبعا هي اهم شيء انا 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 ودي انكم بس كلكم تجتهدون خلاص ممتاز والله طبقت يا عبد ما ضبطت اول شيء اول شيء زبط لكن ما قلب علام قلب جاء انطوائي حط سكر معه تتفكر عليه عشان اسوي رسمه كان حطيت اصبعك مره والله اني بغيت احط بس قلت بيجي حالي مره وانت انت مقحص في القلب هذا اللي قلت بس كيف ما احب السكر بس حلوه الرسمه اسوي لا 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 تبغى نفسيا ممتازه لا اقصد اقول اليوم ماني طالع ل 100 نقطه ولا 100 200 طيب كم كلكم اربعه صح بس لا هذول يا ولد هذول 200 اسمع قال اهل الله سوي نفس خوينا حق الطبخ اعطي هذا 200 وهذا 200 وانا 50 وهذا 50 اللي ما لا اللي ما اخذ اي بالضبط اللي عشان تصيرون كلكم بتساوي هو 200 وهذا 200 وهذا 50 لا بس فعلا اللي بيجتهد بياخذ اكثر بس حلو حقاتكم شوف شوف هذا كيف طلع الاسبريسو كريم ان شاء الله بيجي اجمل شوف تبخير حليب يا اخي ايش اسمه اذا طلعت فقاعات هذه ايش المشكله اي فقاعات لا لا عادي عادي مو فقاعات الموضوع اهم شيء بالرغوه والطعم الكريمه بالله بالله سوي تبخير فريد القهوه بلاش فوم قبل شويه قليل لازم فوم زايد سوي زيكم عشان تبخير شوي زايد لا اسبريسو ما تحط على ما له دخل في ممتاز بس انا عشان لا 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 60 دقيقه المفروض اني احسب بس انا قلت قبل شيء حلوه والله 20 دقيقه المفروض اني اقول 20 دقيقه خلاص اوقف 20 دقيقه عشان لو نسيت انت من الحلا وهو في الفرن يطفى على طول الفرن من حالك فهمت؟ يطفى على طول يا سلام يا سلام على أحلى بسبوسة بتقمرها حاجة على كيف كيفكم بسبوسة نادر وعبد الرحمن العزيزي الله يعطيهم العافية تقمرت جيبها هنا ممتازة واضحة أبو سارة خبزة فرني أبو سارة خبزة فرن تقمرت بزيادة نسيت منها ترى وأنا جالس هنا قاعد أسأل وكذا أنا المفروض إني أحط 20 دقيقة أنا ما قلت 20 دقيقة كفي 20 دقيقة المفروض إني وزلتها 20 دقيقة عشان لو إحنا نسينا ولا نسينا من الحلا يطفي على طول صح. لكن أنا قبل شوية مع العجلة رفعناها أقسم بالله العظيم إن أنا اللي أقسم بالله الريح والله اللي يذكرني يذكرني الريح بأيام الديرة عرفنا وين نقاطع شوف عند صلاة العصر يا سلام طيب أنا ما شاء الله أنا ما أسمعك والله أقسم بجلالة الله هنا أنا أول مرة أنا ماني مستغرب منك خلنا نشوف الشباب هنا نجي عند الكاميرا هذه نبغى نوريهم رب البيت انهرس نبغى نوريهم الشغل حقه عبد الرحمن عزيزي يا رب انها توضح يكون يكون فعلا ترى يعني اللون طيب شوف صح تخرب حاجه بسيطه بس اللون جميل يعني خلنا نجي هنا حلو طالع حلو يعني صراحه عبد الرحمن شوفوا حتى الشيره كيف جابها الله بطريقه حلوه كل اللي علينا بنقصقصها وبصب الشيره فوقها وبتطلع لذيذه انا متاكد صب الشيره ثم تقصقصها لا 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 ونقصها بعدين الشيره عشان تجي الشيره داخل طالعه جميله يلا حطيت برا اقصقص تبغون نقطع اقول نقصقص اول بعدين تحط الشيره طيب خلاص انا بجعل الكاونتر اجل هنا عشان نقدر نقطعها السكينه والله العظيم من افضل رسمه والله اني مستغرب انك والله ايوه هات سلبلي للحين افضل للحين افضل حركات ذي بسم الله طيب. ما شاء الله وعشان تعرف اني انا هذا نقطعها نشوف الابداع تروها متقرمشه قرمشه على كيف كيف نقطعها صغار بسم الله
حلوين. انت اللي هو حلو سعود يا مساعدتها سبوسه ويس ماسك الموضوع عنك بسبوسه بسبوسه بسبو يا شفت هذيك هذيك سمبوسه هذه سمبوسه لا حول انت جايب العيد مره واحده حلوين 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 ايوه انا بوسعها كذا عشان نقدر نصب الشيره بينها انا ليش طلعتها عشان تشوفونها وتشوفون طريقه الاعداد حقها والتقطيع ولا عادي نقدر نقطعها جوة الطاوه شفت لا ونصب الشيره عادي ولا نحفرها كذا نحفرها حلو نحفرها يعني ندقها بالسكين صح صدق على الطاري الشيره وين هي ابو الشيره هذه انا ما ادري الكاميرا تشوف هنا يا سلام اجي كذا ابعد على الكاميرا يعني سوي كذا سوي كذا ثواني كذا حط القهوة هنا عشان يطلع شكلها حلو القلب خلاص أنا بصب بهذا هذا شوف زح 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 نادر شو رسمتي شو رسمتي إبداع نادر حيوسع الكاميرا إيه إبداع نادر شاطر وسع الكاميرا هذا يجي كذا نقول بسم الله السلام يا علي هذا هو الشيرة أشوف الشيرة كيف جاية من عند نادر نضيفها كذا على فوق ونبدأ نشربها سلام عليك يا أبو سالم يا سلام تشريبة حلوة خلوها تنزل بين الأطراف الأماكن المفتحة المقطعة وتنزل تحت حتى على الطبق هذا عشان تطلع شبعانة شيرة وتطلع أحلى بسبوسة وتكون متماسكة لأن لو خذناها كذا وهي ناشفة تتفتت علينا فلازم الشيرة تمسكها أو الحليب مبخر زي ما قلت لكم حلوين سلامي عليك سلامي عليك يا حلاوتك يا حلاوتك يا نادر أنت عبد الرحمن عزيزي صراحة يا حلاوتك يا عبد الرحمن حلوين هذا نضيف هذه يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس وقلوب الأحباب ما تكذب رب البيت واللي يفارق حبيبي يا عربي اسمحوا لي بس اخذ دقيقه قبل كل شيء باخذ مره هناك واجيك طيب بطلع لك حبه وبطلع اللي بعده عشان يشوفون الداخليه انا ودي يشوفون الداخليه سلام يا علي شفت التغريقه حقت الشيره خلاص خل هذه هنا عطني عطني هذه بودي قلب انطوائي رجال غالي طيب ودي الرجال غالي خليني اطلع انا واحده هنا شوفوا كيف عشان كذا اعطاكم متنك انا ما ادري فين يشوفونها وقلب انطوائي يستاهل شوفونها هذه هنا الكاميرا ذي فين نروح نودي الكاميرا ذي لازم نودي الكاميرا ذي صراحه لما شربنا شيره كثير لكن يستاهلوا يستاهلوا شوفوا كيف التقطيع وتشريب الشيرة حاجة ثانية طالع حلاوة والنفشة أنا هذه ترى أسميها البسبوسة المنفوشة على فكرة في بسبوسة عادية وفي بسبوسة منفوشة أنا دائما أضبطها إن شاء الله ما عجبتكم يلا خلنا نشوف هنا عند الله لازم لا معليش لازم أخذ الصورة لو أخذتها بمشكلة علي صار خير يا حلو صح النوم بديت هذا ابو خالد اجي هنا يا سلام هاي عيوني عدني قلبك قلبك قلبي انا تبرد ولا بعد ما تبرد لازم واحده من حاجتين يا البسبوسه بارده وتحط الشيره حاره يا الشيره حاره وتحط البسبوسه ليه وش الفرق لانه ما يصح تحط اثنين حار مع بعض يروح عليك ما هي شفت هذا يوم اضفت الحين يوم تمسك كذا تحس البسبوسه حاره صح هي البسبوسه نفسها لكن مش الشيره بارده تمسك الشيره شوف بارده بردت قبل شيء عادي نخليها الحين مع الشيره خمس دقائق تاخذها انا ما اقدر اصبر خمس دقائق تستمتع بالمذاق اللي على كيفك والله ما عاد اقدر ابو سالم اشكركم يا شيخ كل يا رجال نفسها تجميل ابد ابد بالعافيه عليك خلي يا رجال رجال فل 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 يا رجال بالعافيه استمتع في مخرجات يد نادر وعبد الرحمن العزيز الله يعافيك الله يعافيك ما قصرت اشكرك والله شفت قلبك وين احب الزوايا ويا شباب تعالوا على توزيع النقاط انت قلبك اوسع من كل شيء الله يعافيك والله نشكرك على اللمسات الجميله والله ما قصرت الله يعافيك خلاص بدا من اليوم 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 انا اشوفها احلى يوم تدري ليش والله من يوم شفتك من صار احلى يوم عندي والله قهوه مع بعض بشر كيف الوضع قلبي حلو اهم شيء يا حبيبنا كيف البسبوسه كذا بدا والله صدق والله اي والله ترى ما ذقت هذا الحين لاني محتاج انا واثق في نادر واثق هذا والله ممتاز بالعافيتين بالعافيه يستاهلون النقاط اللي جاتهم يستاهلون اخذ النقاط ها اللي سوى عبد الرحمن عزيزي ونادر واللي شل الشيله بالمقادير الاثنين الاخوان ذول اخذ النقاط بعد طيب يا شباب اي والله انا حلو والله نمزح اي الله يجيب قلب المكسور توسع قلب طواي تعالوا هنا يستاهل يا شباب 200 صفوا صفوا الله يرحمه ما اخذ قبل اي اخذت عند العيال تعالوا هنا عشان والله بس والله يستاهل والله يستاهل بس ترى ذبح قلب طواي يعني خلاص ممتاز هذا ايه معجب اذا ذبح طالعوا في الكاميرا هناك الله يسعدكم والله من اجمل اللقطات وانا انا سعيد اني اكون معك الله يسعدكم 100 يستاهل نقاط
انا مياه الله يبيض وجهك بالله لو في الله يبيض وجهك مع الحلا اعطاني 100 نقطة 100 نقطة خلاص ايه 500 وحنا 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اعطاكم على 100 100 والرجال هذا الحلا اي اي كل شيء رايح جاي رايح جاي يلا تسعة ذنب يا ذكر يجيك بعد شوية الله ما قصرت الله يعافيك ما قصرت بالعافية أنا أشوف أنا أشوف إن اليوم أنا والله صادق يعني الربع أبدعت مميز. والله أبدعت والله أول شيء الحلقة خلصناه بسرعة نقطة مع القهوة تعال جد كل شيء مع بعض لك علاج علاج والله يدك والله ما قصرت بالقهوة بال حبيبي ليش بالسوء شنو الله بالسعد نقطة لا والله ما نقطة لا تفوت يا أخي لا والله شيء قايل لك انا ابغى اسالك انا من الناس اللي يحب الزاويه ليش تاخرك انت الاحلام الزاويه انا اقسم بالله انكم فنانين يعني شوف بالله تعالوا كل يوم شوف شوف برجر سويت وحلا وسويت وقهوه وسويت وشيره وسويت كبسه من هو وكبسه وسويت صدق انك مبدع مستحيل سويت كبسه حاشي واخذ 50 انت سويت بس مو اخذت 200 شفت الفرق تدري ليه يوم اخذت ال 50 يا ابو الحمد لله ابشر بالسعاده والله انك سعيد منكم 100 من هنا ما قصرت الله يعافيكم يرحم والدينك اي بعلك وقت طيب والله عندي مشغول خلاص الله يعافيك والله ما قصرت انا اعطيتني 100 ايه عبد الرحمن 100 الله حي وقسم 100 ابوي فاضي فاضي قسم 100 خلاص اصبر تسو طيب ما ترى الظاهر انه يبغون يدقون بسبوسه شباب ابشر بالسعاده وين لا دقيقه دقيقه وين المخرج انت تشوف اليد الحين بسبوسه عيوني الثنتين بيجيكم ها من عيوني الثنتين اجيب لك احلى بسبوسه من عندي انا ما عمري دقيقه دقيقه والله ممتازه والله هاي ابابا خلصوا عليهم لا تخلصون عليهم ما عمري رحت لهم لا 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 خليك خليك تعال تعال بجيك دقيقه واحده ابغى اخويك انا عارف والله انك قلبك صريحت ما رحت لهم القهوه شو هذي وعد اجي من اللي هذول حبايبي دقيقه طيب ودنا واحد يذن يا شباب انا اللي وزعته كل واحد على 100 واللي بيذن ياخذ له 100 زياده هو جاي ما سوى شيء الرجال عاد والله نستاهل يا اعطني 100 اعطني 100 تعبان عندي 9000 عندي 9000 شو خطيب اسمع اسمع تبي خلاص اجل روح اذن روح اذن وخذ ال 100 الرجال يذن لا اذن خله ما اخذ شيء ني بدن بدن خليني اكل ياخذ ميتك تعال تعال انا اذن عنه ياخذ ميه حقتك ابو عبد الله ترجع خليني اكل ياخذ حقتك ها راح خلاص خله يذن انا اذن عنه انا وخليه ياخذ الميه والله ياخذ حقتك نفس الشيء ايوه ياخذ ميه انا خلاص هذا بدن ابدا يلا خلاص ممتاز يلا الله يبيض وجهك وجهك ابيض يا حبيبنا القلب حقك والله جميل الصدق الصدق انه جميل وراك نايم اليوم تعبان والله ما تشوف شر ان شاء الله مين في باقي يا شباب اللي ما جاء حرام عليك والله انها ممتازه لا تحلى تحلى والله لذيذه والله عجبتني والله انا الشيء اللي يعجبني ترى احب اسب شلون الشيء اللي يعجبني ما اتحداك تسبب لي والله اني عدلان انه عملنا انا حيث ما تحب يعني؟ الا والله اني كلها شين هيك كان سبيت شين كان والله انا احبك والله الله يخليك يا شيخ والله العظيم اللي عطى اسامه وين؟ اسامه؟ اسامه الفرع عبد الرحمن بالله انت سلمنا عليك كثير السلام عبد الرحمن الظاهر نشوفكم الحين سيزون ابو داحم ترى مبطي ما لقيناه ابو داحم والله في قاطع الفتره هذه مشغول عنده شغلات بس ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله برضه سيزون عرفته تعرف سيزون سهل من هو؟ سيزون خراسل اسماعيل اسماعيل اسميه اسماعيل اي لهم اكثر من اسم والله لحيت الغار هذاك والله حتى هو برا والله نعم الشارب ذاك والله ما قصر يجمع الطلاقه في الموظفين والطلاقه في القهوه والله بيطناخه ايش اقول ايش اخلي عندكم مهيتو مهيتو بالفرع والله مو فينا اي بس عندكم موجود اي لاني انا بيني وبينك انا والله ماني من النوع اللي يحب القهوه في مهيتو في اللي هو ايس تي شلو ايه خوخ عندكم خوخ جوي اصبر قول له ليه ما تجددون جدد ايش هم تجيبون مهيتو وتجيبون ايس تي مختصين احنا بالقهوه مو مختصين بالاشياء الثانيه فهمت اوه ايه فاحنا اللي نبغى نعرض للناس مخبز لا في احد راح يذن يا شباب ايه خلاص ولا لمبات عايض نوره يكفي يذن في الغسل
يلا حيا ابو حيا ايش بتقول كذا زعلان؟ بالعافيه والله ما اقدر والله والله من يدك هي صح؟ والله لا عبد الرحمن اللي سواه الله يا اسبانيش يا رسل أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله